بسم الله. دلوقتي عايز اشغل الدينامو واعمل سيلكت العنصر هنا ويظهر معايا جوه الدينامو، فهقول له دينامو نيو. ايه الامر اللي خلينا نعمل سيلكت العنصر موجود في قلب الريفت؟ بلاقي هنا في الريفت عند سيلكشن، هقول له من سيلكشن انا عايز اعمل سيلكت موديل، تمام. هقول له سيلكت واختار مثلا السقف او الحيطه، خلينا نختار السقف اللي فوق. طيب عايز يبدا يظهر معايا هنا، فهقول له element geometry، element geometry اهو. هبدا اسحب الاليمنت هنا، الاليمنت دوت السقف ظهر معايا عشان يبدا يظهر، عشان اقدر اعمله زوم من فوق. هنا في انيبل جراف فيو نافيجيشن، وفي هنا انيبل باك جراوند 3 دي. هقول له انيبل باك جراوند 3 دي، هبدا احرك 3 دي اهو. طيب لو انا عايز احدد نقطه على السقف دوت، تمام، بلاقي عند امر اسمه select point. تعالى نرجع تاني للريفت سيلكشن، في هنا select point on face. طيب بيقول لي حدد الفيس نفسها، فبقول له select وبختار نقطة على الفيس ديت، عليها ظهرت معايا اهي. فدي امر بتساعد على السلكت السريع. يعني خلينا نقول مثلا سلكت كاتوجري، يبقى انا كده هعمل سلكت للكاتوجري، تمام. طيب عايز الكاتوجري ديت بعد كده تظهر معايا، هقول له all element on category، تمام. طيب انت عايز الكاتوجري الايه مثلا؟ خلينا نقول له مثلا air terminal. اقول له element category. المفروض هيحاول يجيب لي كل الاير تيرمينال اللي موجوده في المشروع زي ما انت شايف دلوقتي، تمام. نعمل زوم عشان انا مش مصدق. طيب لو انا مش عايز كل الاير تيرمينال ده، انا عايز طيب واحد بس منهم، فاقول له ايه؟ انا عايز الفاميليز. طيب اهو ممكن تقول له انا عايز الليفل، ممكن تقول له سيلكت ايدج، يعني كل الحاجات دي بتساعدك في الحاجه اللي انت عايزها. قول اول اليمنت اون فاميلي. طيب ايه الفاميلي طيب اللي احنا عايزينها؟ تبدأ بقى كده تختار، وليكن مثلا التايب بتاع المكنة دوت، لو موجود هيظهر، مش موجود مش هيظهر. اقول له element geometry، تمام اهو ظهر عندك اهوت.